السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة موجهة إلى وزارة التربية والتعليم، نجحوا الطلاب ثالث ثانوي تاسع الوزاري، حتى الذي مشي مزاري ثاني ثانوي أول، نجحوا. الطلاب قد فيهم عقدة، قد بيكرهوا الدراسة بيكرهوا التعليم، نجحوهم خلوهم ينجحوا ويرفعوا لهم المعنويات علشان ينجحوا ويتوفر لهم عمل، حتى لو نجحوا ما بش أعمال ولا بس يعني، لأنه لو ما يرسب ويرسب يرجع يفشل يتحطم يضارب هو أبوه يصير شارس عالي خلاص الولد يتحطم. نجحوهم يعني تشوق الطالب يذاكر كيمياء وفيزياء وأحياء ورياضيات وإيش باقي وإنجليزي وايش و قد قلنا وما اسمه وايش وجغرافيا وتاريخ وباريس ويعني كتب اتحدى اي استاذ في العالم يقدر يدرس كيمياء وفيزياء واحياء ورياضي، ما يقدرش. كل استاذ يدرس ماده واحده فقط، صح ولا ما؟ الرياضي يدرس رياضيات، الكيمياء يدرس كيمياء، اتحدى استاذ رياضيات يدرس رياضيات وكيمياء وفيزياء، ما يقدرش. وكذلك الطالب ما يقدرش يذاكر كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات، هو عقل مشغول صنطل يعني، عقل يعني انا هو عقل، العقل لو ما يذاكر كثير يحمى يجنن. بسروا اليمني ها اليمني الذي بيذاكر وينجح ويجي الاول يجنن، فانه ما ينفعش يذاكر كيمياء وفيزياء ورياضيات يجنن والله انه يجنن. فذلك يعني قللوا المواد، خلوا الطالب لا يدرس مادتين ثلاث، وسهلوا الاختبارات وسهلوا هذا، وخلوا الطلاب يغشوا وخلوهم يغشوا. ما دخلك تمسك الطالب وتكتب غشاش وتشط الورقة، ايش دخلك يا اخي؟ ايش المراقب؟ ايش دخلك؟ ما دخلك تمسك الطالب، لا تتدخلش، غمض قد البلد كلها مغمضة، كل واحد بيسرق وذيا والدولة مغمضة وكل واحد وانتم مغمضوا. لو انتم تشتوا تمسكوا الغشاش سيروا مسكوا النفط، سيروا مسكوا المالية، سيروا مسكوا اللي بيغشوا الشعب الذي يأكل الشعب، اما تمسكوا الطلاب اللي بيغشوا خلوهم يغشوا. وفوائد الغش اكثر من فوائد المذاكرة. طب ايش فوائد الغش؟ الغش قلت لكم في فيديو سابق، الغش يقوي النظر. فوائد الغش يقوي النظر، الغش يقوي النظر. تشوف الطالب اللي يغش هو جالس في الماسة الذي في الأخير، يشوف للماسة الذي في الأول، يشوف للفصل الثاني، يخترق الجدر، يخترق ليزر يعني، يشوف ها خلف الأشعة أي شيء اسمه حق الناظر الأشعة الصفراء أو الذي تحت الحمراء يعني، يقوي النظر يشوف إيش بيكتب الذي في الفصل الثاني، يغش يقوي النظر. الغش يقوي السمع. لو ما واحد في الفصل الثاني يقول لك لا ولا صح الثانية غلط، تسمع يجي السمع قوي، سمع يقوي السمع، يقوي النظر، يقوي المناعة. الغش يقوي المناعة، يرفع المعنويات. الغش هذا من فوائده انك رضاء الوالدين، ابوك امك تروح لعندهم وانت ناجح ترضي امك وابوك. الغش هذا، اما لو ما غشت ورسب كيف ابوك امك يسخطوا عليك، ولكن فوائد الغش انك ترضي ابوك امك، يقوى النظر، أقوى من الجزر. أقوى لو تشرب برمي الجزر ها ما يقوش نظرك، مثل ما لو ما تغش مره، لو ما تغش كيف يقوى النظر والسمع ويقوى المناعة ويقوي ها فقلت حتى يقوي المودة بين الناس. لو ما واحد يغشك يقول لك الأول صح الثانية غلط، اكتب كيف تحبه صح، تحبه وتشتيك تحضنه، تشتيك تفديه بدمك بمالك وهو يشتي يعني تقوي المودة. أما لو ما تقول واحد السؤال الثاني يقول لك أنا ما أتدخل ما أرضى يغش، كيف تكره كيف؟ فعدم الغش يؤدي إلى الكر وإلى الحقد وإلى القتل. لذلك غشوا الطلاب، خليهم يتغشوا، خل المودة تدخل بين قلوبهم، خلهم يسعدوا والديهم، خلهم يحسوا بالنجاح، خلهم لا تغش. والذي بيراقب سالك أغلبهم يعني مش كلهم إلا مرحم ربي،
الذي بيراقب الطلاب وبيغش، تجي تشوف حياته هو بيسكر، وهو اكبر غشاش، وهو اكبر يعني ما نخرج على النص، ولكن يعني اغلبهم يعني بعضهم، لان يصيروا يقولوا قلت بعض المراقبين يراقب الناس وهو يعني عادي يغش يسرق ينابي. فلذلك خلوا، والله العظيم والله العظيم لو انا مراقب لطلاب في فصل لا اخليهم يغشوا كلهم، يغش يغش وعيشوا حياتكم. ايش استفدنا من الدراسه؟ هو انا درس، انا ايش استفدت؟ والله ما استفدنا من الدراسه الا نقرا ونكتب فقط، غير ذلك لا يوجد. ايش في الدراسه؟ هذا كذب وضحك على الدقون. يا درستوا الناس دراسه سواء، بحيث انهم يخترعوا، بحيث انهم يصنعوا، بحيث انهم يزرعوا، بحيث انهم يستفيدوا من العلم والدراسه اللي بيدرسوها، ولا لا تدرسوهم؟ يدرس 30 سنة وما يقدرش يعلم الخاخ مشبك، ما يقدرش يعلم مشبك، ولا ايش فايده من دراسه؟ ليش من الضحك على الصيني يدرس 3 سنين يفعل طياره، يفعل طياره بدون طيار، يفعل يعني يفعل المعجزات، يفعل صاروخ من دون صاروخ، يفعل حاجته. سنتين واحنا 30 سنة مكنوه جتاس ينصاد زايد نق تربيع في ايش؟ انا ايش تخريف النق؟ انا ايش تخريف النق؟ ايش تخريف الجتا؟ ايش تخريف الصدى؟ ايش تخريف المكا؟ اي هذا؟ هذه ما تنفع نش الدراسه. الذي شي يدخل هندسه وذي درسوا هذا الكلام، اما الذي ماشي يدرس يا اخي ليش تدرسني بالغصب الجتا والسين والصاد؟ ها الدراسه واضحه والحسابات واضحه ومعروفه، ليش تدخلوا جتازين؟ انا الان لو ما اسير عند صاحب الدكان واشتري منه مثلا ستشتري عصير، اسير عند صاحب الدكان ادي له 500، قلت لي 1 10 واحد بسكوت، يرد لي 200، يحسب بالاله الحاسبه ولا قد الحسبه معروفه، الحساب معروف. يعني هل انا لو ما اسير عند صاحب الدكان ادي له 500 اقول له ها هذه 500 جتها سين صاد، وهو يقول لي هذا عصير بسكوت باقي لك سين صاد في اذن التربيع؟ احسب معروف، الحساب معروف، ليش لا تدخلون الجتازين صاد؟ ولا تدخل، لا نحتاجها في حياتنا اليوميه ولا نحتاجها في. فلذلك الذي يدرس هذا المجال درسوه، الذي يدرس هذا المجال، الذي ما يدرس الجتازين صاد لا تدرسوش. فيزياء، كيمياء، اذا كانت سرعه البيجو 3 متر في الساعه وصدمت متر فكان اشتخلنا من الكلام هذا. كيمياء ايش فايده ادرس كيمياء؟ ايش فايده انا ادرس كيمياء؟ يدخلك معمل في حمام في المدرسة، ويطرحوا لك شوية صابو وشوية كروكس وطلعت اوه اي شو اش فايدة انا ادرس كيمياء لا مستفيد لا مصرح، ما نقدرش نفعل في الشيش اش فايدة ادرس كيمياء؟ اش فايدة ادرس العربي هذا العربي الذي اقلب كلمة سلطة يقول لك اعكس كلمة يلو يلعلع اعكسها يعوعو ما اي شو يعني ها؟ ماذا كان يقصد الشاعر في البيت الخامس؟ ايش دخلين انا من الشاعر انا؟ ايش دخل امي انا من الشاعر؟ الشاعر كان بيفكر وانا ايش فكرت تفكير؟ ايش كان بيفكر؟ الشاعر ايش كان انا ايش دراني ايش بيفكر الشاعر؟ ها؟ قال لك ايش كان بيفكر الشاعر في البيت الثاني؟ ايش الصورة البلاغية؟ ايش دخل علم الكاف هذا؟ ابي اشترى لي ساعة فلم انم من الفرح. ومدري ما واحفظ اي الشعر احفظه، ايش احفظ يا اخي الشعر هذا؟ بالغصب احفظه. اكتب يدوا لك قصه ويخلوك تكتبها، تكتب القصه كلها تروح تتضارب انت وابوك وامك، ما تجيش تكتب واكتب ويرجع يكتبوا لك هم يدوا لك كذي موجوده في الكتاب يقول لك لا اكتبها في الدفتر، اكتبها في الدفتر. وانا اشتري شيء دفتر لا ندخل في الحين ما دخلنا احنا في الاختبارات. فقلت لكم نجحوا الطلاب، ساعدوا الطلاب، ساعدوا الطلاب، والطلاب انصحكم بالغش، انصحكم بالغش، بالغش المستقيم، مش غش بشوشلة واو ايه او مضرابة، غش محترم، غش ابن الناس، غش بذوق. السؤال الثاني هل تأشر له ولا الثالث؟ وهذا كي يرد لك اكس يعني، وتحترموا المراقب، ولا واحد معه قرشي لا المراقب حق الصبو حق الغداء لانه ما بش رواتب. فلو ما وزارة التربية والتعليم تقول لا لسه راقب وشد عليهم، كيف يشد عليهم ما يخليهم يغشوا؟ ما بش معه حق الصبو بيراقبهم ما ابيش حتى حبه خمير ما ابيش، وتشي يراقبهم وتشي يشد عليهم ما يخليهم يغشوا، وانا بدون راتب
جاوع اخليهم يغشوا ويسكروا داخل اللجنه يسكروا ويغشوا ويجمعوا. ها جاي يقول لي راقب، انتم دارين انهم بيدوا للمراقبين 250 ريال؟ دارين 250؟ والله بيقولوا اني 250 ريال ويراقبهم 3 ساعات. قال لك لا يغشوا. فالمراقبين الطلاب يفرقوا لك 200 300 400 حق الصبح حق، ويلا مشي مشي امورك. والطلاب يغشوا ذيه، اهم شيء انا لا منسي الى وزاره التربيه ولا الى المراقبين، ولكن هذا الوضع رغم عن انفكم، هذا هو الوضع. لا تقولوا لي لا يا مستوى انت بتشجع الطلاب على الغش. ايوه مشجعهم على الغش، مشجعهم لاني ما بتعليم، ما بتعلم تعليم فاشل، تعليم صف دولي. اكبر اكبر ذكي في اليمن في الاول من الاوائل يفعل علم الخاخ. لا في علم الخاخ اعدموني، شنقوني في السبعين. لا في علم الخاخ ايش فايده ادرس؟ ها هؤلاء اللي الاول من الاوائل اللي بالنظاره في الصف الاول طول اليوم، اتحدث في علم الخاخ. ولا تقول لنا منسي الى وزاره التربيه والى، بالعكس نشد عليهم يطوروا المناهج، يصرفوا رواتب المدرسين، رواتب المدرسين الذين يدرسوا بلاش، الذين يشتهم يراقبوا بلاش، المدرسين الذين هم اول المجاهدي الذي يبكر من بعد الفجر يدرس مسنب، يدرس ومسنب لا للساعة واحدة الظهر مسنب، ويدي حق الاقرب حق الصبورة من جيبه، ويصير مواصلات ويجي من جيبه ولا بتدوره 5. هذا المدرس اكبر مجاهد في اليمن، اكبر مجاهد في المدرس. صفر رواتبهم، صفر رواتبهم، دو مستحقات. وبعدها اقول لهم درسوا، وبعدها اقول لهم لا ترتشوش، وبعدها اقول لهم اما راقب لا تغشش الطلاب. لا غشش الطلاب، والطلاب ما بيش تعليم طول السنه. عيد 22 سبتمبر، عيد 21 اكتوبر، عيد 35 نوفمبر، عيد 87 عيد الحب، عيد الام، عيد النبي، عيد اعياد كورونا، زورونا بورونا كودونا. نص السنة عياد، نص السنة حرب، نص السنة صواريخ، ونص ما درسوش. يذاكروا ايش؟ يذاكروا اي كهرباء طافي؟ اين يذاكر؟ اين يذاكر؟ اين يذاكر؟ الكهرباء طافي والدنيا خربانة. نجح الطلب ويلا ما حد داري صح صح صح، حتى لا يغلط فهم صح 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 صح. اجري من يلا هذاك 85، هذاك الدولة 95، هذاك يلا بالبركة. حظ يا حظ يا نصيب. هذا كلامي الذي حبيت أوصل لكم، وأنا والله لو أنا وزير التربية والتعليم مارس بطالب طالب يمني قد أكبر تعليم في اليمن. الوضع الوضع هذا يعلمك، يعلمك الذي درسوه العلماء في 50,000 سنة، يعلمك الوضع. إحنا علمتنا الدنيا، ما علمتنا شو المدارس، الكلام الفاضي. أي تعلمني مدرسة؟ علمنا الوضع، علمنا علمتنا الحياة، درستنا الحياة، ما درسوناش في المدارس. فهذا الكلام الذي حبيت أوصله لكم، ولا أريد أن أطيل عليكم، لا أريد أن أطيل عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.